ليس غريباً أن يستقيم لسان الأعراب في لغتهم، ولكن أن توضع أسس النحو بجهد الأعجمي، تلك هي المفارقة. لم يكن يخطر ببال أحد أن يكون هذا الصبي هو مؤسس النحو العربي وواضع العلم والقواعد التي صار بها علم النحو. سيبوي رجل فارسي الأصل، ولد في شيراز، عاش في عدة مناطق تقع الآن في كما يقولون في فارس وفي جنوب العراق بين البصرة وبغداد، لكن أكثر حياته كان في البصرة. هو اسمه أصلا عمرو ابن عثمان ابن قنبر، وكنيته أبو بشر، وهذا الرجل لقب بسيبوي وهو الاسم الذي اشتهر به، وأن كلمة سيبوي معناها ذو الرائحة الطيبة. ويذكرون أنه كان لطيف المعشر، حسن الخلق، جميل الخلقة. سيبوي قيل إن أمه كانت تدلله وهو صغير لأن خديه كان جميلين يشبهان التفاح، فكانت تقول له هذه العبارة، وأنه في بداية حياته العلمية كان يطلب الحديث، وكان الفرس يعنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبروايته. من المعروف أن العرب كانوا يتكلمون لغتهم بطريقة سليقية. معنى سليقة أي أن الإنسان يتكلم تلقائيا دون أن يعلمه معلم. لكن بعد نزول القرآن الكريم ودخول غير العرب في الإسلام وحاجة هؤلاء العاجم إلى اللغة العربية لأنهم يريدون أن يتعلموا لغة دينهم الجديد، ولأنهم يريدون أن يتعلموا لغة الدولة أيضا، صارت هناك حاجة لهذا العلم. لماذا؟ لأن الدارس الأجنبي أو غير الناطق للغة العربية لا يملك الحس اللغوي الذي يملكه العربي القح. ومن هنا جاء إسهام أسماء بارزة في هذا المنجز الحضاري والثقافي من أمثال سيبوي في تطوير علوم اللغة العربية. ربما كان الدافع الديني والثقافي دافع أساسي، لكن أيضا لأن مركز الثقة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كان في هذه الفترة ينتقل إلى منطقة العراق، وخصوصا منطقة جنوب العراق، البصرة على وجه التحديد والكوفة، توجه كثير من هؤلاء إلى هذه المناطق وبرزوا فيها كعلماء للغة. اختلط العرب بغير العرب وحدث تزاوج بين هذه الفئات جميعا، ونشأ جيل جديد من هؤلاء يسمع أمه تتكلم بلغة وأباه يتكلم بلغة، ونشأت تكسيرات، نشأ خطأ في اللغة، ووجد من يقرأ القرآن في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بجر كلمة رسوله. الله عندما يسمع سامع هذه العبارة، سمع أعرابي هذه العبارة قال: إذا كان الله قد برئ من رسوله فأنا منه بريء. لكن العبارة الصحيحة، النطق الصحيح، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. فكان هناك زياد ابن أبي سفيان، كان واليا من ولاة معاوية، استدعى أبا الأسود الدؤلي وقال له: ضع شيئا يضبط للناس لغتهم. وكان أبو الأسود الدؤلي من أوائل الذين قاموا بوضع نظام النقط على الحروف، الذي استطاع أن ييسر نطق الكلام وقراءته، لا سيما لكثير ممن دخلوا في العربي. وضع نقط الإعراب، هنا بدأ وضع نظام للغة، أن النحو هو نظام اللغة. وقيل إن أبا الأسود تعلم هذا من علي بن أبي طالب وقال له: أنح هذا النحو. من هنا سمي علم النحو. لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نقول بأن علم النحو وقواعد النحو إنما وضعت في المقام الأول لغير الناطقين باللغة العربية. مع دخول فارس في الإسلام وانتقال كثير من الفرس واعتناقهم الإسلام، بدأ
هذا الإقليم أو هذه المنطقة تستعيد عافيتها تدريجيا. في القرن الثاني الهجري حصل تحول مهم وتطور مرتبط بحدث سياسي كبير، وهو مشاركة الفرس والدور الكبير الذي لعبوه في الثورة السياسية التي أتت بالعباسيين إلى الخلافة والتي أسست الدولة العباسية، وانتقل معها مركز الدولة العربية الإسلامية من دمشق إلى المدينة الجديدة بغداد اللي كانت أقرب إلى منطقة فارس، وهذا أدى إلى تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة في فارس. منذ وطئت قدماه البصرة قرر الشاب اليافع أن تكون اللغة غايته ومسعاه، فمن كان كتاب الله مقصده لن تكون وسيلته إلا اللغة التي وسعت كلام الله لفظا وغاية، فكان بلسان عربي مبين. ذات يوم ذهب سيبويه إلى شيخه حماد البصري ليتلقى منه الحديث ويستملي منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه، ليس أبا الدرداء. فأخطأ سيبويه وهو يقرأ الحديث فقال: أبو الدرداء بدلا من أبا الدرداء. فصاح شيخه حماد: لحنت يا سيبويه، إنما هذا استثناء. فقال سيبويه: والله لأجلبن علما لا يلحنني معه أحد. بالفعل طلب النحو، ترك الحديث وطلب النحو. وهذا يكشف لنا مدى التحدي الحقيقي، وكل علم من العلوم لا ينشأ إلا بتحدي من صاحبه. وحضر في على أيدي كثير من النحويين الذين سبقوه، لا سيما يونس بن حبيب والخليل ابن أحمد الفراهيدي. هذا هو الأستاذ رقم واحد. كانت العلاقة بين الخليل بن أحمد وسيبويه نموذجا أمثل للعلاقة بين التلميذ والأستاذ. يقول ابن النطاح في حب الخليل لمجالسة سيبويه: كنت عند الخليل بن أحمد فأقبل سيبويه فقال الخليل: مرحبا بزائر لا يمل. ويقول ابن النطاح: ما سمعت الخليل يقولها لأحد إلا لسيبويه. التواصل العلمي بين الخليل وسيبويه هو نموذج أمثل للعلاقة العلمية بين أستاذ عالم وتلميذ نجيب. لذا كان الخليل يرى في سيبويه امتداداً لفكره اللغوي، وكان سيبويه يرى في الخليل النمط الأمثل للعالم اللغوي الحقيقي. ولذا كان تأثير الخليل الواضح على سيبويه في وضعه بعد ذلك لمنهجه. رحل الخليل، وكان آخر ما طلبه من تلميذه النجيب سيبويه أن يكتب كتاباً في النحو. تعلم سيبويه من أستاذه الخليل الذي وضع علمي المعاجم والعروض في العربية أن أي علم كي يؤسس لابد وأن يبنى على منهج علمي، وأولى خطوات هذا المنهج هو استقراء اللغة الصحيحة شعراً ونثراً. لكنه يدرك خطورة اللحن في اللغة ودخول مفردات غريبة عليها لاختلاط العرب بالأعاجم وهو أحدهم، فكان عليه أن يستقرئ اللغة من بطون أمهاتها حيث البادية. كتاب سيبويه هو أول كتاب في النحو، لم يسبقه كتاب آخر. وإن كان قيل إن عيسى بن عمر وضع كتابين في النحو اسمهما الإكمال والجامع، ولكن ابن الأنباري يقول: هذان الكتابان لم نرهما ولم نر أحدا رآهما. لكن الكتاب الذي عرف لنا وبقي في النحو حتى الآن هو الكتاب لسيبويه، واسمه الكتاب. الكتاب ألف في القرن الثاني الهجري أي الثامن الميلادي، ومكانته في تاريخ الثقافة العربية تعادل كتاب بانيني في الهند في تاريخ علوم اللغة عند الهنود،
وتعادل كتاب ديونوسوس ثيراكس عند اليونان. سيبويه لم يصنع الكتاب من العدم. كتاب سيبويه فيه نحو 1000 رأس لعلماء تتلمذ عليهم أو أخذ عنهم. وعلى سبيل المثال الخليل بن أحمد وأستاذ سيبويه روى عنه ما يزيد عن 500 موضع في الكتاب. لو جمعنا هذه الأقوال ودرسناها سنجد أنه له جزء كبير من الكتاب. وكذلك يونس بن حبيب، يونس بن حبيب رجع إليه سيبويه في 200 مرة. فهو يمثل كل المرحلة السابقة عليه، بالإضافة وهذا هو الأهم، هو ما أضافه هو. كتاب سيبويه ليس كتابا في النحو التعليمي، يعني هذا الكتاب لا يصلح لتعليم النحو العربي، هذا كتاب في نظرية النحو العربي. يعني وضع فيه سيبويه نظرية الدراسة النحوية للنص العربي، ولذلك كان أساس تعليم المتخصصين في النحو العربي على مدى عدة قرون في منطقة واسعة من العالم. سيبويه كان في عصره متطور للغاية ومتقدم للغاية، وكان رائد من رواد الفكر بصفة عامة والنحو بصفة خاصة. وأرجو ألا أكون صادما، لكن أنا بقول أن قواعد اللغة العربية في حاجة إلى ثورة حقيقية وشجاعة حقيقية، لأنه إذا أردنا أن نحرر طاقات الفكر العربي وطاقات العقول العربية اللي هي موجودة ومبدعة وعظيمة جدا جدا لكن مسجونة في سجن قواعد اللغة، فإذا حبينا أن احنا نطلق هذه الطاقات علينا أن نقوم بثورة كاملة وحقيقية وشجاعة على قواعد اللغة العربية. أعود مرة أخرى وأقول النحو انعكاس للغة، النحو تقعيد للغة التي تستعمل، اللغة التي نتكلم عنها هي اللغة العربية الفصحى، هذه قواعدها. كيف نغير في القواعد؟ نقول نضع طرقا ميسرة لتعليم النحو العربي. المسألة هي كيف نقدم النحو للناس. بعض الناس يتفنن في تقديم نصوص صعبة وغامضة، بعض الناس يصعب هذه القواعد، بعض الناس يشغلون الناس بالقواعد الفرعية ولا يهتمون بالقواعد الأصلية والأساسية. ولو أننا أحسننا تقديم النحو لكان هذا فيه سهولة في معرفة اللغة وتيسير للغة أن يعرفها الناس، وهذا ما يسعى إليه المختصون في دراسة اللغة العربية، أن يقدموا قوانين أساسية للغة ولا تخلو لغة من أي قوانين، ما فيش لغة في العالم تخلو من القوانين، وكذلك اللغة العربية ينطبق عليها ما ينطبق على هذه اللغات. إذن النحو مجرد وسيلة، وهو مثله كما قال التوحيدي بعد ذلك مثله مثل المنطق في الفلسفة، فالمنطق هو نحو العلوم كما أن النحو هو منطق اللغة. فوجد النحو لنفهم المعنى، سواء كان نصا قرآنيا أو أدبيا أو شعريا أو أي نص من النصوص. صار سيبويه رائداً لمدرسة البصرة النحوية، له تلاميذه الكثيرون على رأسهم الأخفش الأوسط. يقابلها على الجانب الآخر مدرسة الكوفة التي تزعمها الكسائي. أما مدرسة البصرة فكانت تمثل الطائفة اللغوية الذين يقفون عند السماع كثيراً ولا يحاولون القياس عليه، وهم بذلك ينكرون على الكوفيين اعتمادهم على الأعراب المقيمين في الكوفة، بينما يتباهى البصريون بأنهم يروون لغتهم عن العرب الأقحاح الغلص. كانت البصرة مركزاً من مراكز العلم، وكانت الكوفة أيضاً مركزاً من مراكز العلم في ذلك الوقت.
المؤسس لمدرسة البصرة هو سيبويه. البصرة كانت تتجه إلى الاتجاه الذي يسمى الاتجاه المعياري، أي وضع القواعد والضوابط والأصول، لأنهم كانوا يهدفون إلى تعليم اللغة، وتعليم اللغة لا يتم إلا عن طريق وضع قواعد منضبطة. مدرسة الكوفة توازت بعد ذلك، الكسائي، الفراء، ثعلب. مدرسة الكوفة ليس عندها كتاب مثل كتاب سيبويه، كل ما عندهم هو اختلافات نحوية. كان علماء الكوفة يميلون إلى الرواية، يفضلون الرواية على وضع المعايير والضوابط التي تحكم التعلم. اختلافات عن آراء سيبويه، وكلتا المدرستين لها احترامها ولها مكانتها، لكن الذي ساد بعد ذلك هو النحو كما وضع في إطار البصريين. ظل سيبويه في البصرة منذ دخلها عام 154 من الهجرة إلى أن صار فيها الإمام المقدم، وقد طارت شهرته في الآفاق حتى دعي إلى بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية عام 180 من الهجرة، كي تعقد هناك المناظرة اللغوية النحوية بينه كزعيم المدرسة البصرية وبين الكسائي زعيما للمدرسة الكوفية، بدعوة من يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد. فاحتشدت الجماهير لذلك اللقاء يرقبون لمن تكون الغلبة. هي مسألة يعني مشهورة بالمسألة الزنبورية. فسأله الكسائي، قال له أتسألني أم أسألك؟ شاب وعنده إرادة وصنع في النحو ما لم يصنعه أحد، قال بل تسألني أنت. فسأله ماذا تقول في مثل هذه العبارة؟ كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها كما يقول الكسائي وزملاؤه. فقال سيبويه فإذا هو هي. قال له لحنت يا سيبويه. فعرض الرأي، الوزير قال لقد اختلفتما وأنتما رئيس بلديكما، فإلى من تحتكمون؟ قالوا هؤلاء الأعراب واقفون بالباب اسألهم. وكان هناك أعراب مشهورون، كانت صناعة الأعراب قد بدأت أيضا في ذلك الوقت. فقالوا القول ما قال الكسائي، القول ما قال الكسائي. قال له يا أيها الأمير مرهم أن ينطقوا، فإن ألسنتهم لا تطوع به، مما يدل على أنها كانت مؤامرة. فلم ينطق الأعراب وإنما اكتفوا بهذا القول. رجع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فإذا هي بيضاء للناظرين، هي مبتدأ بيضاء خبر. وليس في اللغة العربية فإذا هو إياها، لأن إياها منصوب ولا تنصب إلا إذا كانت حالا، ولا يمكن أن يكون الضمير حالا. فالرأي رأي سيبويه، والقرآن يدعم رأيه فيه. وخرج حزينا، لكن الكسائي طلب من الأمير أن يعطيه، فأعطاه 10,000 درهم. ولكن هذا الموقف أثر في نفسه، وقيل أنه سافر بعد ذلك إلى شيراز ومات هناك. المناظرات كانت متاحة في ذلك الزمن، ولكنها زادت بعد ذلك، يعني القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي فيه مناظرات. هناك مناظرة بين سيبويه والأصمعي، وهناك مناظرات أخرى بين المبرد وثعلب، بين المازني. وأوضح مثل لها أن في ذلك الوقت انتشرت مجالس العلم، مجالس العلم ومجالس العلماء، وكان الخلفاء والوزراء يلتقون مع هؤلاء في مجالسهم ويتباحثون في اللغة وفي النحو ويتباحثون في الشعر. كان النشاط الثقافي يتمثل في هذه المجالس العلمية التي كانت تجمع هؤلاء العلماء. لكن أشهر المناظرات التي نعرفها إنما تكونت في القرون الثالث والرابع والخامس للهجرة، وهذه صورة من العمل العلمي الثقافي آنذاك. تتثاقل خطواته المهزومة من هول الصدمة، وتأبى الرجوع إلى البصرة. لم يكن أمامه سوى شيراز، داره الأولى،
ليحفظ ما تبقى من هيبة ومكانة. ولما طار الخبر إلى البصرة قرر الأخفش تلميذه النجيب أن يقابل أستاذه الرقيق في طريق عودته قبل الرحيل إلى فارس مودعاً موازياً. صفة أخرى مهمة جداً بين علماء اللغة في القرن الثاني الهجري هي صفة الأمانة العلمية بالقيام بالدور المنوط به. هذه الأمانة، فمثلما نقل سيبويه عن الخليل آراءه اللغوية والنحوية ونسبه إلى أستاذه وأعطاه قدره في كتابه الكتاب، أيضاً استطاع الأخفش الذي كتب كتاب سيبويه، فسيبويه مات صغيراً في السن، لم يتجاوز 40 عاماً ولم يكن قد كتب كتابه، وإنما قد أملى كتابه على تلميذه الأخفش، فكان الأخفش هو المسؤول عن تحويل هذا الكلام الشفهي إلى كلام مكتوب. كل النحاة أخذوا عن سيبويه، كل النحاة يستخدمون نفس النظرية التي وضعها سيبويه. مثلا المبرد ده في القرن الرابع الهجري وضع كتابا في النحو اسمه المقتضب، المقتضب يعني الموجز. إذا قرنت كتاب المقتضب بكتاب سيبويه سوف تجدينه إلى حد ما ملخص لكتاب سيبويه. ابن السراج وهو من أعظم النحويين وضع كتاب اسمه أصول الأصول، وهو أيضا في القواعد، وكثير من قواعده وأمثلته وأبوابه أيضا من كتاب سيبويه. ظل الكتاب حتى يومنا هذا لم تتغير نظرية النحو منذ وضعها سيبويه حتى الآن. إذا لم يضع سيبويه هذه القواعد فلما تمكن الطالب الأجنبي للغة العربية من فهم أشياء كثيرة في اللغة العربية؟ لما فهم دلالة هذه التشكيلات وهذه التغيرات التي تطرأ على أواخر الكلم، نعم، ولوجد سداً منيعاً أمامه يحول بينه وبين إتقان وإجادة هذه اللغة العظيمة. وفي عدد كبير جداً من العلماء في الولايات المتحدة وفي إنجلترا وفي فرنسا وفي ألمانيا كتبوا عن سيبويه كتابات ممتازة للغاية، ولعل أهمهم جي كارتر. جي كارتر خد رسالته الدكتوراه عن تراث سيبويه وأخرج كتاب بهذا العنوان سيبويه باللغة الإنجليزية، وأخرج عدد كبير جدا من البحوث عن سيبويه. وأنا يعني استغرق وقت طويل أن أذكر البحوث التي نشرت عن كتاب سيبويه. فهم سيبويه بعقلياته العلمية الفذة أن الهدف الأساسي من النحو هو المعنى، فالنحو عند سيبويه كان وسيلة من أجل الوصول إلى غاية المنشودة وهي المعنى. لذا نحن في كل زمان وفي كل مكان في كل الآفاق شرقا وغربا، عربا كنا أم غير عرب، إن أردنا أن نتعلم اللغة العربية، إن أردنا أن نفهم اللغة العربية، إن أردنا أن نستكشف ملامح اللغة العربية لابد وأن نعتمد بصورة رئيسية على تلك القواعد المنهجية التي وضعها سيبويه في كتابه الكتاب، والتي أطلق عليها منذ عهد سيبويه علم النحو.